باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة وصلنا المحطة الخامسة في رحلة الحب، وسريعا كده خدنا في أول يوم من أيام الصيام، احنا خدنا من يوم السبت اللي هو سبت الرفاعة ده ازاي ربنا بيهيئ قلوبنا للمحبة، ان احنا ما ينفعش نبدأ واحنا ما عندناش ايمان بربنا، ما ينفعش نبدأ واحنا مخصمين. وبعد كده بيدينا الثلاث اتجاهات اساسية اللي احنا نعيش بيهم في الصيام بمحبة مش بمظهرية، اللي هم الصوم والصلاة والصدق. وبعد كده خدنا ازاي بقى ربنا بيظهر محبته للبشر، محبة ابدية احببتك، زي ما بيقول القديس بولس الرسول: ما احياه الان في الجسد انما احياه في الايمان، ايمان الذي احبني وأسلم نفسه لأجل. فخدنا أول محطة أن هو الله أحبني فأوجدني، أنه أداني نعمة الوجود، كونتني مما لم أكن، وأداني أن أنا أبقى في حضرته وعايش معاه. دي نعمة عظيمة تدل على محبة الله للبشر. تاني حاجة، مش بس أحبني فأوجدني، لكن وخلاني كده شيء من ضمن الأشياء اللي هو أوجدها، لكن أحبني فأوكلني، يعني وكلني على كل الخليقة. قال لآدم: يلا اكثر واثمر واملك الأرض واملأها. قال له الرب الأرض وملؤها، داود النبي قال كده، لكن ربنا ادى الأرض وملؤها للبشر وقال لهم املوها. وكلنا مش بس على الخليقة، لكن وكلنا على أولاده وعلى أخواته وعلى كنيسته وعلى عمله. وبعد كده في الحلقة الثالثة خدنا الله أحبني فأعطاني، إنه مش بس وكلني كأني مستأجر، لكن إيه؟ ملكني وجعلنا كلنا ملوك وكهنة، وداني إن أنا أبقى زيه وأمشي بنفس منهجه، وداني خيراته، وداني كرامة إن أنا أقرب منه. امبارح في المحطة الرابعة خدنا انه مش بس اوجدني واوكلني واعطاني، لكن كمان انماني، يعني جعلني ايه؟ انمو. ربنا ما خلقش الانسان ان يبقى صغير وحقير ويفضل كده يبص له من فوق، لكن اداله ان هو يصير مثله. والله الغير محدود في الاتساع وفي العمق واللانهائي والابدي، ادى الانسان ان هو كل شوية يكبر ويتذوق معرفة الله، واداله ان كل واحد فينا ممكن ينمو في المحبة، وينمو في الصلاة، وينمو في الخدمة، وينمو في المعرفة، وينمو في العلاقة مع الله، وينمو في القوة. وخدنا ان سر النمو دوة زي ما قال كشبه ملكوت السماوات، إنسان يلقي بزارا في الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا، والبزار ينمو ويطلع وهو لا يعلم كيف. وبعد كده البزار بي دي تبقى سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل، وبعد كده يجي يرسل الحصاد بالمنجل لأن الحصاد قد حضر. فقلنا إن النمو مش ملحوظ، ممكن يكون مش ملحوظ ليا، زي نقطة المية اللي بتنزل على الصخرة، قد لا أكون إن شايف إن في أي تأثير حصل في الصخرة، لكن بعد 10 سنين أشوف إزاي النقطة دي فلقت الصخرة أو عملت مجرى في الصخرة. أو زي الإنسان اللي بيربي نبات أو بيربي ابنه، بعد سنة يبقى الابن كبر، يشوف صور يقول مش معقول ده اللي كان من شوية حتة في حتة لحمة في اللفة دلوقتي بيمشي. النمو كل يوم مش ملحوظ، لكن مع الفترات ملحوظ. فده النمو في حياتنا، ممكن يكون مش باين لينا، لكن ممكن يكون باين مع الفترة أو باين للناس. المهم إن إحنا إيه سر النمو؟ هو كلمة الله. وشفنا إن كلمة الله الإنسان اللي يستقبلها تديله النمو، تديله القوة، تديله الشغف لدراسة طبيعة الله، وإن هو يقترب من الله، تنزع منه الخوف وتديله البركة. شفنا امبارح الحاجات اللي بتعملها كلمة الله ازاي بتنمينا.
النهاردة الحلقة الخامسة بقى، الله أحبني فسمعني. ربنا من محبته للبشر ادانا ان احنا نتكلم وهو يسمع ويتجاوب معانا، ويقول لعروس النشيد كده ايه: أريني وجهك، أسمعيني صوتك، فوجهك جميل وصوتك لطيف. شوفوا المحبة بتاعت الله للبشر، ان هو يقول لذاتي في بني آدم، وأحب أسمع صوتهم وأحب أشوفهم. أنا عايز أتكلم معاكم في دقايق قليلة على إيه اللي رتبته الكنيسة لينا هنا عن الصلاة، وهختم بأقوال آباء عن فعالية وقوة وضرورة الصلاة. زي ما احنا كنا حاضرين كده ومركزين في الإنجيل اللي اتقرأ علينا، إنجيل القداس من معلمنا القديس لوقا الإصحاح الحداشر، لما التلاميذ قالوا له: علمنا أن نصلي. يوحنا علم تلاميذه، فراح ربنا اداهم منهج الصلاة. طبعا يعوزنا الوقت ان احنا نتكلم على كل كلمة ايه معناها وايه عمقها، بس انا هتكلم في حاجة كمقدمة عن صلاة ابانا الذي وجمالها، ان هي اولا الصلاة الوحيدة اللي ربنا اداها للبشرية، فاذا هي صلاة مضمونة الاستجابة. وعشان كده كنيستنا الأرثوذكسية بتصلي أبانا الذي كتير جدا، تلاقوا القداس نصلي فيه يمكن 10 أبانا الذي، كل حاجة نصلي قبليها أبانا الذي وبعديها أبانا الذي، عشان دي الصلاة اللي ربنا اداها لنا، ده المنهج اللي احنا عايشين بيه. هتلاقوا أول كلمة جميلة جدا، وهي كلمة مفتاحية للصلاة: متى صليتم فقولوا أبانا. وهنا يدي السيد المسيح منهج، كان ممكن يقول لنا كده لما تصلوا تقولوا ايه: ابي الذي في السماوات. لكن لما نقول ابانا، حتى لو انت لوحدك بتصلي تقول ايه برضو: ابانا. ليه؟ هو ابو الكل، بس ده معناه ان انا لازم وانا بصلي اصلي بقلب ايه فاهم ان الكل اخواتي. ما هو مدام ابانا يبقى كل الناس ايه؟ اخواتي. فدي الصلاة اللي متأسسة على المحبة، محبة الله اللي انسكبت في قلوبنا، هي دي سر المحبة. وأبونا الصالح ده اللي بيسمعنا بمحبة، هو ده اللي احنا بنجرؤ ان احنا ايه نرفع ايدينا ونرفع عيوننا ليه ونكلمه. اخواتنا البروتستانت ما يصلوش أبانا الذي كتير، يعني يصلوها لكن مش زي كنيستنا القبطية. فسمعت معلومة، ليه مش بيصلوها كتير؟ على عهدة الراوي يعني، ان يقول التاريخ ان مارتن لوثر كان ما بيصليش الصلاة دي، لان كان ابوه انسان قاسي جدا وبيعامله معاملة فظة وعنيفة، فكان كل ما يجي يقف قدام ربنا ويجي يقول أبانا يفتكر أبوه، يقول مستحيل إن تكون أنت أب، لو هي الأبوة بالشكل ده يبقى في مشكلة في إن أنت تبقى أبويا، أنا مش عايز أب تاني بنفس الشكل اللي أنا عشته. لكن إحنا طبعا أي حد عايش أبوة مشوهة أو اتحرم من الأبوة، الله بيكمل الأبوة دي وبيظهر مدى الحلاوة والعمق وبيكمل كل احتياجات الإنسان. فدي فكرة صلاة أبانا الذي. طيب تعالوا كده نشوف في اللي اتقرأ علينا النهاردة. اتقرأ علينا نبوة جميلة من سفر التثنية، اللي ربنا قال كده: تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. والكلمات اللي انا امرك بيها دي بقى تحطها في قلبك، وتحطها صائب على عينيك، وتحطها على قوائم بيتك، وتحطها على ايدك، وتحطها في الاهداب بتاعه ثوبك،
وتقولها وانت ماشي، وتقولها وانت نايم، وتحكيها لابنك، وتحفظها وترددها. وبعد كده يقول ايه؟ وإياك، لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وإياك قد اختار الرب إلهك أن تكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي على وجه الأرض، لا لأنكم أكثر من جميع الشعوب التصق الرب بكم واختاركم، مش عشان حلاوتكم، ولا عشان أنتم كتار، ولا عشان أنتم أقوياء. أمال إيه يا رب؟ فإنما أنتم أقل من جميع الشعوب، لكن لمحبة الرب لكم ومحافظته على اليمين التي أقسم بها لآبائكم أخرجكم الرب بيد عزيزة وذراع رفيعة وفداكم من دار العبودية. محبة ربنا إن هو يقربنا ويخصصنا ليه. وهنا أحد الآباء يقول إن بالصلاة، مع إن ربنا بيعلم كل ما في قلوبنا قبل ما نطلبه، لكن بالصلاة نعلن إن احنا مقدسون ومخصصون لله. والصلاة هي الطريق الوحيد للوصول للمحبة الكاملة. إن كنا بنسأل إزاي نوصل لمحبة الله الكاملة من كل القلب والفكر والقدرة والنفس، لا أحد يستطيع أن يوصل لهذه المحبة إلا بالصلاة، إنه يتصل بربنا ويطلب منه دايما يا رب اديني المحبة الكاملة. فده أول نبوة اتقرت عليه. بعد كده في إنجيل باكر اللي اتقرأ علينا الصبح، إزاي السيد المسيح قابل الإنسان الأبرص، وراح ربنا تحدث مع هذا الإنسان المحتاج للشفاء، وراح قال له إيه؟ سألوا قائلا: يا رب، إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: قد شئت، فأطهر. وللوقت ذهب عنه البرص. قال له: أنا سامع عنك وعارف إنك تقدر، لو أنت تسمح وتشاء انك انت تشفيني، انا عارف انك تقدر تشفيني. فراح ربنا قال له ايه؟ شئت فاطهر. فاذا هذا الانسان نال الشفاء والطهارة عن طريق ايه؟ عن طريق الصلاة، عن طريق الطلب. وده اللي اتقرأ علينا في الانجيل النهاردة: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. وراح اكد عليهم تاني وقال: لان كل من يسأل يعطى، وكل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. البولس النهاردة بيقول لنا آيات جميلة كده، هنختار منهم آية. يقول كده: كونوا غير متكاسرين في الاجتهاد، حارين في الروح. إنسان قلبه الحرارة بتاعتها متقدة. طب وإيه اللي يخلي الروح دايما حارة؟ الصلاة. يقول لك زي أحد الآباء كده قال: زي ما كوباية المية الدافية لو سبتها شوية من غير تسخين تبرد، أهو هكذا قلب الإنسان أول ما يبعد عن ربنا يبرد وتبرد محبته. لكن الصلاة هي التي تلهب محبة الله في القلب دائما. فحرين في الروح. ويقول كده إيه؟ عابدين الرب. يعني مش بس نيجي الكنيسة، عابدين الرب يعني ماشيين وفق قانون الرب ووفق مشيئة الرب. فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين. يبقى غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، مواظبين على الصلاة. في الكاثوليكون يقول لنا كده قديس يوحنا وهو بيخاطب غايوس الحبيب، يقول له كده: الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. هو إيه الحق؟ الله هو الإله الحق، وكلامه هو الحق. وإحنا لما نصلي نرتبط بالله، يعني نعيش بالحق. فراح قال للإنسان ده: إلى الحبيب الذي أحبه بالحق، أيها الحبيب، أروم أن تكون موفقا في كل شيء ومعافى كما أن نفسك موفقة. فقد فرحت فرحا عظيما لما قدم الإخوة وشهدوا بصدقك وكيفية سلوكك في الحق، وليس لي سرور أعظم من أن أسمع أن أبنائي سالكون في الحق. أعظم سلوك في الحق هو الصلاة. الإنسان اللي بيؤمن بالله، يؤمن بوجوده، يحبه ويشتاق إليه ويسعى إليه ويطلبه،
ويبحث عنه ويناجيه ويتكلم معه، هو ده الإنسان الذي يسلك بالحق. الإبراكسيس أول كلمة جات علينا كده في سفر الأعمال يقول لك وكانوا مواظبين على إيه؟ على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. كانوا مواظبين على التعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. يقول كده في المزمور بتاع القداس أسبح الرب المحسن إلي وأرتل لإسم الرب العالي. عشان ما أطولش عليكم تعالوا نختم بكام قول كده يلهبوا قلوبنا للصلاة، وكل لو حد التهب قلبه بالصلاة يرفع قلبه ويتعود ان هو يصلي دايما، تكون الصلاة دي هي سر حياته. احد الاباء يقول كده فكأنما نحن مخلوقون للصلاة، والصلاة هي الرباط الوحيد الذي يربطنا بالله. يقول نحن نسأل أيضا الأمور الزمنية من الله، اللي هي الأكل والشرب والحاجات اللي ربنا قال كده كده هديها لكم، بسبب سقوطنا من درجتنا الروحانية الأولى التي كنا فيها بالعوز، وهذا ليس من طبيعة الصلاة أصلا. ولكن الله تنازل من أجل جوده ووعد أنه سيسمع أيضا لصلواتنا حينما نبثه أعوازنا وشكوانا، مع أنه يسبق ويعرف كل حاجاتنا، وذلك لكي يدخل إلى قلب الإنسان الإطمئنان أنه لا يتخلى عنا بسبب خطايانا وأن ضيقاتنا تهمه. يقول مارس حق الصلاة هي الملكوت. ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم قول جميل جدا، يقول ليس شيء أقوى من الصلاة، لا شيء يعادلها. ملك مزين بالأرجوان ليس بهيا كرجل يصلي، متزينا بحديثه مع الله. أشبه ذلك بإنسان دخل ليحدث الملك بحديث خاص معه في حضرة كافة أفراد الجيش من ضباط وقوات وذوي الرتب الرسمية المختلفة، فالجميع سيرمقون بنظرة إكبار وإجلال. هكذا الذين يصلون، تصور إنسانا يدخل في شجاعة وإقدام ويتقدم في حضرة الملائكة والسارافيم والشيروبيم وكل القوات الغير متجسدة، ويقترب من ملك هذه القوات جميعا ويتحدث معه. أي شرف هذا؟ ده القديس يوحنا ذهبي الفم. واحد تاني من الآباء يقول كده إيه، ده آخر قول، أيها المسيحيون الأحباء ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. هو ليس فقط يدعونا ندخل إليه سواء كنا خطاء أو غير مستحقين، بل إنه يجذبنا نحوه ويعلمنا كيف نقترب إليه ونصلي له وندعوه أبا. ومن نحن؟ بنو البشر الذين أغضبناه، عبيد بطلون، خطاة كلنا، تراب ورماد. آه يا الله العظيم الرحمة في كل شيء، أينما نلتفت رحمتك تقابلنا، ولما نتطلع إليك ونجد فرصة للصلاة نصلي، واثقين من وعدك الكبير أن صلاتنا تسمع عندك. ربنا أحبني فإيه؟ فسامعني. يا بخت الإنسان اللي ليه صوت مسموع عند ربنا. كلنا بنصلي لكن مش كلنا رجال صلاة، مش كلنا صلاتنا تهز العرش الإلهي وأعتاب السماء. حكى لنا سيدنا الأنبي يؤنس عن أن كان ليه خال لواء في اسكندرية، ومرة أبونا بشوي كامل راح زارهم، قال ما قعدش عندنا غير ربع ساعة، وقام صلى 3 دقايق أو 5 دقايق بس. 3 دقايق اللي صلاهم أبونا بشوي كامل قعدوا مقصرين في خال سيدنا العمر كله، وقعد يحكي له يقول له ايه العظمة بتاعت الرجل ده، ايه القوة بتاعته دي، انا كياني كله تهز وهو بيصلي، وما قعدش في البيت غير 5 دقايق يصلي و10 دقايق معه. ف
زي بالظبط كده الناس اللي عندهم دالة، زي كأن واحد دخل على الريس وسط كل قوات الحرس الخاصة بتاعه، وراح الريس اداله ودنه وطبطب عليه وفرح باللي قالهوله. أي شرف هذا الإنسان اللي عارف قلب ربنا ويعرف يخش لربنا ويعرف إن هو كائن أمام الحضرة الإلهية، ويصلي كل حين حارين في الروح غير متكاسلين في الاجتهاد، مواظبين على الصلاة. وإحنا أحبائي صومنا مش هيبقى له قيمة إلا لما يبقى إيه مقترن. عشان كده دايما كنت تقول الصوم والصلاة، الصوم والصلاة. يعني الصلاة تبقى قوتها عظيمة جدا بالصوم. ربنا يديني ويديكم نواظب على الصلاة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. Thank you.